يعني له لغة فرشة فرشة للموضوع اللي عايز اتكلم فيه. بس معايا خلينا مع موضوع النهارده موضوع النهارده موضوع مهم جدا. ليه؟ عشان يخص نفسه باب معين اسمه دفعات متساوية، وبعدين مبني عليه حاجة مهمة جدا في الباب اللي جاي. بنقول ايه في الموضوع ده؟ بنقول يا حضرات ان احنا خدنا ان الجملة بتساوي المبلغ زائد الفايدة. اسمعيني عشان ده القديم. الجملة بتساوي المبلغ زائد الفايدة. وخدنا ان الجملة بتساوي المبلغ، فانا ممكن بدل ما احط الفايدة اشيلها واحط مكانها المبلغ في عين في نون. انا ما بقولش قوانين، انا بس عايز اشرح لك حتة تفهمها من دلوقتي. طيب يعني ايه الف؟ المبلغ يعني ايه عين؟ يعني نون. الله ينور عليك. تمام كده؟ فانا ممكن احط مبلغ والمبلغ مبلغ واحد فيقعد في البنك 9 شهور، يقعد سنتين، يقعد 180 يوم، المهم ليه كم مده؟ مبلغ ليه مده. مش كده؟ ايه الفرق بينه وبين الدفعات؟ الدفعات بقى على المراحل. عندي دفعه في الشهر الاولاني، عندي دفعه في الشهر الثاني، عندي دفعه في الشهر الثالث، وهكذا لغايه اخر السنه. مش كده؟ فاصبح الدفعه الاولى دي قعدت في البنك 12 شهر. واللي بعديها قعدت 11. ولا بتكلم غلط؟ مش كده؟ بالمنطق يا جماعه ما اعرفش انا بقول ايه. انا ما اعرفش هقول ايه، لكن انا بتكلم دلوقتي على حاجه هنتناقش فيها بالمنطق. على اساس ان الدفعات يا دكتور متقسمه لشهور السنه بالتساوي مثلا هنا كان مبلغ واحد اهو، مثلا مبلغ واحد اهو وبحسبه لغايه نهايه السنه فعلا 12 شهر. مين ده؟ المبلغ الاولاني يبقى كل شهر. لكن هنا المبلغ الاول على 12، هنا قعد 11، هنا قعد 10، هنا قعد، هنا قعد، هنا قعد. فاذا اصبح هنا يا حضرات انا ما عنديش مده واحده، عندي مدد. مش مهم، عندي مدد. فالمفترض لما اجي اقول لك النون الكام هتقول لي عندك نون ب 12 ونون ب 11 ونون ب 10 ونون ب 9. فالمفروض نجمع 12 زائد 11 زائد 9 زائد 8 وهكذا. طب افرض كنا بنتكلم في 10 سنين، فتقول لي 120 زائد 119 زائد 118، اروح البيت اغير هدومي واجيبه تاني، مفيش مشكله. وقت كبير جدا مش كده؟ اذا ده مش منطقي يبقى احنا عايزين ناخد قانون يلمل الدنيا دي. خلاص اتفقنا؟ تمام. فانا بقول ايه هي قانون جمله الدفعات؟ اذا هكتب قانون الناس هتستغرب له، بس لما اجي بعد ما قلت الفرشه دي اقول ليه انا عملته كده هتفهم انا كاتبه ليه. خلاص؟ عشان الفتره تبقى كبيره. هنشوف. يبقى هنا جمله الدفعات بتساوي الدفعه في عددها زائد الدفعه في المعدل. معلش هي متاخره دي. فاذا دلوقتي احنا هناخد القانون بشكل مجموع عده، واعترف ان هنحل التمرين بصباع نص بشرط تفهم كل حاجه انا بقولها ازاي. بصوا معايا الناس. الناس معايا. معايا يا جماعه. بنقول ايه؟ جمله الدفعات بتساوي الدفعه في عددها. الدفعه في عددها اشمعنى؟ اصل انا لما كنت بدفع مبلغ واحد مثلا كان المبلغ ب 12000 جنيه. فهنا هدفعه 1000 1000 1000 وهكذا يبقى 12. يبقى 12 ازاي؟ لما اقول 1000 ها؟ في 12 يعني الدفعه في ايه يا حضرات؟ في عددها. واضح الكلام؟ واضح ليه اتفصصت كده؟ زائد كمان مره ايه؟ الدفعه في المعدل. المعدل في المده. كل دول من اول هنا لغايه الاخر دي بديله عن مين يا حضرات؟ الله. طب اشمعنى؟ ليه هنا المده كده؟ وليه هنا المده بالمنظر ده كده؟
الحضرات هنا كانت المدة عشان كانت كم مدة؟ لكم مبلغ؟ مبلغ واحد. لكن هنا بقى عندي 12 شهر و11 شهر، اشتفقنا على الدفعات؟ واحدة قعدت 12 شهر والتانية قعدت 11 والتالتة قعدت 10 وهكذا. إذا عندي شوية مدن المفروض أعمل فيهم إيه؟ أجمعهم. فلما أجمعهم حاجة اسمع من هنا وطلب من ناحية تانية، حاجة اسمها مجموع المتوالية العددية، ده قانونها. ده قانونها. طب ده يتطبق ازاي؟ انسى التطبيق دلوقتي، انا هخليك تطبق بصباعك الصغير زي ما وعدتك، بس بشرط نحفظ مع بعض القانون الاول. نحفظ مع بعض القانون الاول. فالقانون بيقول ايه؟ جمله الدفعات بتساوي الدفعه في عددها زائد الدفعه في المعدل، اكتبها المعدل بالعربي عشان يبقى كله بالعربي. المعدل في عددها على اثنين، الاثنين دي ثابت، ثابت جاي لي من مجموع المتوالية العددية. انت سمعت جاي منين؟ ها؟ انسان ثابت. طب ال 12 دي بتاعت ايه؟ سنة. سنة، برافو عليك، بحول الشهور الى ايه يا جماعة؟ سنة. طب انت فهمتها بتاعت ايه؟ انساها برضو يا جماعة، ثابت باستمرار عندي الاثنين، وثابت باستمرار عندي الكام؟ عمرها ما هتتغير. عمرها ما هتبقى غير كده. عشان كده اعتبري ده ثابت وده ايه؟ ثابت. طيب اسيب بقى القلم. انا عمرها ما هتيجي ايام بس. خالص ولا سنين. مش هتيجي غير المكتوب. جملة الدفعات بتساوي الدفعة في عددها، انا هقول لوحدي وبعدين نقول سوا وهنفضل نقول لغايه لما اسمعها لحم في وداني وداني كده. جملة الدفعات بتساوي الدفعة في عددها زائد الدفعة في المعدل فعددها على 2 افتح قوس المدة الأولى زائد الأخيرة على 12. هقولها تاني. جملة الدفعات بتساوي، انت عامل كده، جملة الدفعات بتساوي الدفعة في عددها زائد الدفعة في المعدل فعددها على 2 افتح قوس المدة الأولى زائد المدة الأخيرة على 12. والله ما بحفظ، والله ما بحفظ، والله ما حفظه. انا لولا ان انا في حاجه في دماغي بترجمها كده بقولها صح. لو سرحنا زي ما طلعتيني بره الموضوع كده وانا اقولها هتلخبط. فاقولها تاني، ركز اقولها تاني. جمله الدفعات بتساوي الدفعه في عددها، دي مرحله، زائد الدفعه في المعدل. عارفين انا بعملها ازاي؟ كاني بتكلم على دي بالظبط. ثانيه واحده، كاني بتكلم على دي بالظبط، بس بدل دي بقول ايه؟ الدفعه في عددها زائد، بدل دي بقول ايه؟ الدفعه في مين؟ لما ادى عند نون عارف ان نون مشكله، حلها الاتي، ها؟ عددها على 2 افتح قوس المده الاولى زائد الاخيره على 12. ده اختصار القانون. ده عندك عرض عرضين في المحاضره، لو بصيت على المحاضره هتعرف ان انا مختصر. هقول تاني اخر مره انا، وبعدين احنا هنقولها مع بعض ثلاث مرات، وبعدين اقول لك تعالى نتشقلب بقى نحل التمرين في ثانيه. تاني يا حضرات، جمله الدفعات بتساوي الدفعه في عددها زائد الدفعه في المعدل فعددها على 2 افتح قوس المده الاولى زائد الاخيره على 12. مع بعض. جمله الدفعات بتساوي الدفعه في عددها زائد الدفعه في المعدل فعددها على 2 افتح قوس المده الاولى زائد الاخيره على 12. كمان مره. جمله الدفعات بتساوي ها نشاز نشاز مع بعض لا لا مع بعض ها جمله الدفعات بتساوي هو انا ليه ما بقول معاكم نطلع مظبوطين من الكلام انت مش كده واضح صح طيب بص معايا جمله الدفعات بتساوي الدفعة ده معايا الدفعة على زائد الدفعة في المعدل فعددها على 2 يفتح قوس المدة الأولى زائد الأخيرة على 12. جملة الدفعات بتساوي الدفعة في عددها زائد الدفعة في المعدل فعددها على 2 يفتح قوس المدة الأولى زائد الأخيرة على 12. آخر مرة جملة الدفعات بتساوي الدفعة في عددها زائد الدفعة في المعدل فعددها اللي انت بتقوله تقوله في الورقه وتكتبه. اللي انت بتقوله تقوله في الورقه وتكتبه. يلا. هقول لك حاجه. لا مش عايز اقول عايز تمام. بص بقى هنحل ازاي. كله كتابها صح؟ كتابها وانت بتنطقها؟ كتبتوها وانت بتنطقها؟ طيب
عايز ملزم. الدفعة فعددها زاد، الدفعة في المعدل فعددها على 2، افتح قوس المدة الأولى. طيب قبل ما نحل لسه مش هحط التمرين دلوقتي. الأزمة اللي هتقابل حضرتك بالكامل الأزمة هتقابلك في ثلاث حاجات. في كلمة عددها اللي متكررة مرتين دي، والمدة الأولى، والمدة دي يا جماعة. بخلاف كده ما عندكش مشاكل. يعني إيه؟ لما أجي أقول لك الآتي، اسمعني كويس. لما اجي اقول لك دفعه ماليه قدرها 1000 جنيه، هتشيل ايه وتحط 1000 جنيه؟ الدفعه. هتشيل دي وهتشيل دي ودي بكام؟ 1000 جنيه. في مشكله عند حد؟ بمعدل فايده 20%. هتشيل المعدل، هتشيل المعدل ده واحط مكانه 20%. مش كده؟ اصبح عندي مشكله في مين؟ في عددها والمده الاولى والاخيره. والمده الاولى والمده الاخيره. المدة الأولى والمدة الأخيرة. ركز معايا بقى، الله يبارك لك في الأول. تحت ال عايز الناس وهي قاعدة معايا تقول لي كده. بص الفريرة اللي هتطلع هتلومه في ثواني. أنا بروح البنك كل شهر لمدة سنة. يبقى رحت كم مرة؟ 12. الله ينور عليكم. بروح البنك كل شهرين لمدة ست سنة. ست مرات. الله ينور عليكم. حاضر. كل شهرين لمدة سنتين. 12. هتوقف؟ عايز اعرف بتروح البنك كم مره في دفعات. فبقول لك انت بتروحي كل شهر لمده سنه، رحتي كم مره؟ 12. طب بتروحي كل شهرين لمده سنه، رحتي كم مره؟ 6. بتروحي كل شهرين لمده سنتين، رحتي كم مره؟ كلكم او اغلبكم جاوب. طب ابتدي بقى معايا اللعبه. بنروح كل 3 شهور لمده سنتين. 8. بنروح كل شهرين لمدة سنتين ونصف. 10 12 14. خلاصة الكلام، كنت هفضل وراكم لغاية لما ما تجيبوش خالص. أنا قصدي هقول لك ليه، علشان مش كلنا زي بعض. يعني اللي جاوب دي في قاعد ما جاوبهاش، يبقى أنا هظلمه لو أنا عديتها. وفي ناس جاوبت دي وفي ناس قلت شويه عن اللي جاوب دي، لو انا سكت يبقى هظلمها. وفي نفس الوقت لما اجي اشتغل عايز كل الناس تسمعني، اللي جاوب صح ولا ما جاوبش. فلازم اعطلك يا اللي بتجاوب صح عشان تبقى مستقبل معايا اللي هقوله. الموضوع يا حضرتك بمنتهى البساطه، لو انا جيت بصيت على الكلام ده ازاي طلعت الارقام دي؟ فالدنيا سهله خالص. عشان اطلع عددها بشوف المده بالكامل قد ايه؟ واقسمها على المده الواحده. طبعا كله بالشهور. يعني قصدك ايه الكلام الفاضي ده؟ بص كده معايا حضرتك. تعال نقرا كلمه كلمه. الشهر يعني واحد، صح؟ والسنه؟ 12. طب الشهرين؟ 2. والسنه؟ 12. لا مع السنه. 12. ده ايه؟ 2. طب والسنتين؟ 24. ولا حد معترض؟ لا. اللي معترض انا موافق. عشان يا فندم ماليش دعوه بالنفي ده، انا بلعب دلوقتي. ما اعرفش عشان ايه؟ انا عملت ده عشان يا فندم انا ما اعرفش لسه ليه؟ عشان اثبتها انا يا بابا. استغفر بالله عليا، انت لسه استعجلاني ليه؟ انا عايز دول دلوقتي. عشان ايه تفرض؟ هقول لك مش هفرض. نيجي هنا. 3 24. على فكره اللي مش عارف ان السنتين 24 هيكتب على الاقل 12 و12. 2 في 12. طيب 32. شهرين 30. سنتين ونص، يجي على الاقل يكتب 2 ونص في 12. 30. 2 ونص في 12 عادي، تطلع عادي 32. 30. خلاص كده؟ طب حلو قوي. هو انا بعمل دول ليه؟ عشان اوصل لدول. طب بوصل لدول ازاي؟ اقرا كده؟ لا على ده. بص كده، كاتب ايه انا؟ بقسم على ده بالكامل على ده بقى. 12 على 1 فيها؟ 12. طيب
12 على 3 فيها 6 فيها 6 ها 24 على 3 ها 24 على 3 فيها 8 ها 30 على 15 مش هيجيب اللي يجيبه في التمرين. انا هقرا التمرين كويس، هطلع المده الكبيره بكام شهر وهطلع المده الصغيره بكام شهر واقسم الكبير على مين؟ الصغير. يطلع لي ها عددها. عددها عليكم السلام ورحمه الله. هيطلع ايه يا حضرات؟ عددها. اقسم كبير على الصغير يطلع لي عددها. يبقى انا حليت مشكله مين؟ عددها. ها اللي فين وفين؟ عددها. عدد فين؟ قبل الكورس ده في القانون نفسه هحط فيه على الاله ولا هو بتاع قوس؟ لا تحقص على الاله، على طول تحقص. اه ما ينقص معناه خلاص كده يا حضرات وصلنا لدي. حد عنده مشكله قبل ما اكمل؟ يعني حد عنده مشكله في عددها دي اجيبها ازاي؟ اتفضل. تاني المده الكبيره هنا قد ايه؟ 12. والمده الصغيره كام؟ شهر. ليه واحد؟ عشان ايه شهر؟ شهريا يعني. يعني واحد هنا ايه؟ شهريا يبقى 2. يبقى 2 ودي ايه؟ 12. اللي هنا سنه. اقسم الكبير على الصغير على طول 12 على 3 يطلع لك العدد اللي احنا عايزينه اللي هي عددها اسمها عددها. بصوا بقى يا حضرات في التمرين في نوعين من انواع الدفعات. يعني في التمرين عندي نوعين، يا اما يقول لك ايه دفعات غير عاديه يعني اول كل مده يعني ايداع، يا اما يقول لك دفعات عكس الكلمه غير عاديه تبقى ايه؟ عاديه. بدل اول تبقى ايه؟ بدل ايداع يبقى اسمها سحسحه. يعني التمرين هيجي يقول لك لفظ من الالفاظ دي، يا اما يقول لك غير عادية يا اما عادية ها او عادية ها. يبقى انا مش طالب من حضرتك انك تحفظ ثلاث كلمات منهم لان التانيين عكسهم. خلاص اتفقنا؟ اصل دول بقى اللي بيلخبطوا لي المده الاولى هنا عن المده الاولى هنا، وبيلخبطوا لي المده الاخيره هنا عن المده الاخيره هنا. فيا حضرات وقت ما يقول لك دفعات غير عاديه اللي هي أول اللي هي اللي هنحط اللي مكتوب في البسط هنا يعني المدة بالكامل وتحت المدة الواحدة يعني بمعنى أدق البسط والمقام. يعني أنت كاتب في البسط هنا 15 أو 30 وتحت 2 هروح كاتب هنا إيه؟ ها 30 و2. طب كنت كاتب كام وكام؟ 24 و2 فأنا هكتب 24 على 2 فاروح حاطط هنا 24 وهنا 2. طب كنت كاتب 24 و3 24 و3 وهنا 24 وهنا 3. يعني دي اللي هتخليني اعرف اعمل دي. صعبه؟ صعبه دي؟ طب بص الناحيه الثانيه بقى. هنا البسط ناقص المقام. حد يقول لي قصدك ايه؟ ها؟ يعني انا كنت كاتب هنا 24 وكاتب هنا 3. ها؟ لو هنا هعمل ايه؟ لو هنا هعمل ايه؟ 24 و3. طب هنا هعمل ايه؟ 24 ناقص 3 ناقص 21. ودائما ابدا دي صفر. يبقى في الدفعات العاديه دائما وابدا دائما وابدا المده الاخيره بكام يا حضرات؟ خلاص كده؟ طب هي نفس اصل انا بحط يوم 31 12 برجع اسحبها يوم 31 12 قاعد في البنك قد ايه؟ مش ولا حاجه. انا مش عايز اقول بقى، انا مش عايز افصل تاني، مش عايز افصل دي ليه كده ولا دي كده كده، لان لو فصلتها هتتعبوا مني، هتفرهضوا يعني. وانتم مفرهضين اصلا. فتعالوا بقى معايا نقول تاني الكلام ده. نقول تاني الكلام ده. عشان محمد اللي جه متاخر ما فيش تاني متاخر. اه حط اللي بس نصف مقام مكان الاولى عشان بس ما تلخبطيش. ما انت عارف دي كلها مش فاهم. أني يا دي حرف. الدفعات المتساوية. قانونها بيقول جملة الدفعات بتساوي الدفعة في عددها زائد الدفعة في المعدل في عددها على 2 تفتح قوس. قلنا ما عنديش أي مشكلة غير في كام كلمة؟ عددها. عددها والأولى والأخيرة. عددها والأولى والأخيرة. عشان أحل الأزمة دي بروح في التمرين أدور على حاجتين، مدة كبيرة ومدة صغيرة. المدة الكبيرة مثلا على المثال ده طلعت 12 و 1 هنا 12 وهنا 24 وهكذا يطلع لي المدة. يعني مثلا الشهر مدة صغيرة و 12 دي ايه رأيك؟ أكيد الشهر مدة صغيرة والسنة مدة كبيرة. معايا كده؟ طيب الناس معايا. تعالى هنا أنا عايز أحل المشكلة بتاعت عددها.
فمهما كان كلمني هنا هتدور على المده ليه؟ كبيره. هتدور على المده ليه؟ مش هقول على دي مثلا. يلا جاوبني مين الكبيره؟ 24. ومين الصغيره؟ اروح انا كاتب هنا كام؟ 24. هنا كام؟ شكرا، هيطلع معاك الناتج بيساوي 8. هتجاوب تمام. يبقى انا هشيل وقت ال 8 واشيل دي وقت ال 8. خلاص كده؟ بقينا مين؟ اجي دلوقتي عايز مين؟ المده الاولى والمده مين؟ سؤالي بقى، هل التمرين قايل لك غير عاديه ولا قايل لك عاديه؟ هنفترض ان قايل لك او هروح واخد البسط حطه هنا والمقام حطه هنا. يعني ايه البسط مكتوب فيه كام؟ 24. هنا كام؟ 24. وهنا كام؟ اروح معوض 24 زائد 3. طب لو قال لي غير عاديه؟ جاي لك حالا والله. لما يقول لي بقى كلمه ايه؟ يعني ايه عاديه؟ يعني ايه خمسه؟ حلو قوي. المده الاولى الاثنين طرح بعض، يعني 24 21. ودايما انا بدل دي بكام؟ هناخد والله خلاص كده؟ ليه تقول انك حاضر بس انا اسمع هنا مره وتقول ثلاثه الناس خلاص كده؟ واضح؟ مثال مش هشيلها. عايز تروح خلاص الناس معايا يا جماعه. خلي معايا. منى ده بيسوي لي ايدي. قالوا اسلام الله عز وجل. الناس معايا اللي معاه الملزمة صفحة 23 ويخبي الإجابة. ويخبي الإجابة. صفحة 23 ويخبي الإجابة لو سمحت. محدش يبص على الإجابة. قبل ما اكمل، هو انا اصلا عشان الموضوع ابتدى ايه يوسع مننا بناخد باب ورا باب ورا باب. الباب الاولاني انا اعرف منين ان انا في الباب الاولاني بتاع الفايده والجمله؟ لما اسمع في التمرين لفظ فايده او اسمع في التمرين لفظ جمله، يبقى انا في الباب الاولاني. يا فندم احنا خدنا فايده وده الرابع. هي كلها كمان 10 ايه ده كانت بس طلع ظرفه. ما اتخضيت ليه؟ اللي ظبطت هربت ليه؟ ممكن انزل في رجلي. ما عليك بس معايا الباب الاولاني كلمه السر فيه كلمه فايده او جمله، يبقى انا مش هستخدم قوانين اي حاجه في المنهج غير قانون الفايده والجمله، عشان سمعت في تمرين لفظ الايه فايده وجمله. الباب الثاني اسمه الخصم والقيمه الحاليه. تبعنا مؤاخذة دكتور آسف، حسبي الله ونعم الوكيل. تلزمون بعد ال فات كشري المرة الجاية. بسمة هاتي واحدة. يبقى الأولاني الفايدة والجمهور. اسمعي كلمة الحالية وإيه؟ الباب الأولاني اسمه الفايدة والجملة، فبنطبق فيه قانون الفايدة والجملة، ده كلمة السر بتاعتي. الباب التاني اسمه الخصم والقيمة الحالية، وقت ما تسمع لفظ الخصم أو القيمة الحالية فأنت في الباب التاني. وما تستخدمش قوانين غير قوانين الباب التاني. الباب التالت تسوية واستبدال الديون. الباب التالت اسمه تسوية واستبدال الديون اللي خدناها المحاضرة اللي فاتت. اللي فيه شوية ديون فوق وشوية ديون تحت. ده شكله. يعني بعرف التمرين من شكله. اخر حاجه بقى اللي وصلنا لها دلوقتي باب اسمه ايه؟ الدفعه. بعرفه في التمرين من كلمه دفعه او كلمه كل. مبلغ يدفع كل قد كده، يبقى عرفت ان انا في باب الدفعات. وساعتها هرمي من دماغي كل قوانين المنهج اللي خدناها واللي هناخدها وما طبقش على القانون ده. كل باب بس كانت هتبقى لسه في بعض الثانيه في الميلات ودي هيبقى فيها دفعات. وماله بس انا بسمعها من كلمه ايه؟ دفعه او كل. اسمع كلمه دفعه او كل لا يوجد في المنهج سوى هذا القانون. خلاص اتفقنا؟ لسه في ست بوابه. ايه ده؟ لسه معايا الناس؟ طب الناس معايا بقى. يقول لي ايه؟ حياكم الله. اودع شخص. اودع شخص. بصوا كده. مبلغ. اودع شخص مبلغ 300 جنيه. لو انا هفرمل الكلام لغايه هنا يبقى انا في الباب الاولاني. عشان بيكلمني على مبلغ اودع شخص مبلغ 100 جنيه الباب الاولاني بتاع الفايده والجمله. خلاص كده؟ الف عين فنون والجمله جيم الف افتح قوس وهكذا. ده لغايه ايه؟
إلا يخلينا أغير كلامي للدفعة وأروح لهنا يسمع كلمة دفعة يا كله.